أهلا بيكو، دي المحاضرة الأخيرة اللي هنتكلم فيها في كورس Training of Trainers. على مدار الكورس بتاعنا شفنا محاضرات كتير، أرجو أنها تكون كانت مفيدة لغاية دلوقتي. في المحاضرة دي أنا هتكلم أساسا على الترينر، إزاي أنت كإنستراكتور أو كترينر، كمدرس، كأستاذ في الجامعة، كمعيد، كواحد رايح تدي، بتحاول تشتغل في إن أنت تدي public talks ومحاضرات عامة في أماكن مختلفة، إيه الحاجات اللي ممكن تخليك أحسن، وإيه الحاجات اللي ممكن تطور بيها حياتك بالشكل ده. العادي بتاعنا في أول كل محاضرة بفكرك بأهمية إن أنت تتعلم علشان تتعلم، فأنت actually لو بتتعلم من أجل إن أنت توصل معلومة هتلاقي نفسك بتتعلم أحسن، ومش محتاج إن أنت تدور على إن أنت تتعلمه بس. في المحاضرة بتاعتنا النهاردة دي هنتكلم في ثلاث حاجات أساسية. هنتكلم عن إيه المقومات الرئيسية اللي بتبقى موجودة سوري ايه المقومات الاساسية المفروض تبقى موجودة في اي واحد هيشتغل في عملية التدريب، او ايه نقط القوة اللي المفروض يحاول يخلقها ويخليها جواه. وبعدين نتكلم على بعض الخطوط العريضة اللي بيسموها استراتيجيز علشان دايما تبقى في مستوى متميز في شغلك وفي اللي انت بتعمله. واخيرا هنتكلم بقى على الخطوات اللي ممكن تعملها، او بعض النصائح اللي ممكن تحاول تلتزم بيها علشان تنمي نفسك في اتجاه ان انت تشتغل كمدرب محترف او مدرس محترف او استاذ في الجامعه، يكون الطلبه بتوعك يحبوا ان هم يسمعوك ويحضروا لك محاضرات وكده. أرجو أن محاضرتنا النهاردة دي تكون من المحاضرات اللي هتستفيدوا بيها كتير. أنا حبيت أخلي الفيديو بتاع المقدمة ده فيديو مستقل ومنفصل علشان كل جزء من اللي جايين ياخد وقته براحته، ونحاول نتناقش فيه مع بعض في النقط المهمة اللي موجودة فيه. فأرجو أن أنا أشوفكم معايا في الفيديو الجاي إن شاء الله عشان نتكلم على ايه المقومات اللي المفروض تبقى جوه او مع الترينر وتخليه اقوى مع الوقت. اشوفكم على خير.